السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنا بقى نبتدي بقى في السكشن الجديد اللي هو 3D جرافيكس. تمام، 3D جرافيكس. هنا بقى بدأنا نتحول من عملية 2D ل3D. مفهوم ال 3D لما بدأ يظهر، تمام، ده أتاح لنا إنك في نفس الأوبجكت، إنك في نفس الأوبجكت تقدر تتحكم في أكتر من جزء. إزاي يعني؟ على سبيل المثال مثلا، على سبيل المثال مثلا البيت دوت، البيت ده 3D كده مثلا، تمام. فانا جواه اقدر اتحكم، يعني انا مثلا هنفترض مثلا ان دوت ايه مكان الجلوس مثلا، ده مثلا الاوضه، ده مثلا مكان مثلا اقعد فيه تحت مثلا، تمام. فانا اقدر اجي في الاوضه مثلا اتحكم فيها، يعني مثلا الكرسي دوت ممكن اطلعه لفوق، تمام، ممكن اطلعه لفوق عادي جدا في الاوضه، او ممكن مثلا ادخله ايه في المكان الجلوس مثلا، وهكذا، تمام. فانا دوت اتاح ليا ان انا اقدر اتحكم في كل جزء في الاوبجكت بسرعه احسن غير ال2 دي. تودي حضرتك لو انت جيت تركب تودي حاجه زي كده، تودي انت هتمسك كل جزء لوحده وتشتغل عليه، وبعدين تبدا تجني بينهم في الاخر. لكن هنا نفس الاوبجكت قدامك اهوت، وانت بتتحكم فيه بصوره احسن. جميل. طيب ال 3 دي اوبجكت بقى جت فكرته منين؟ ال 3 دي اوبجكت جت فكرته منين؟ جت فكرته من الموضوع اللي هو انت حضرتك دلوقتي عندك مثلا الاكس اكسس والواي اكسس، تمام. فبداوا بقى يدخلوا اللي هو ايه اكسس جديد معاهم، اللي هو مثلا زي الكيوب اللي احنا كنا بناخده في الثانويه العامه، تمام، او في الدراسه عموما. يعني ده مثلا نفترض ان هو ايه مربع، تمام، جميل جدا. فهنا الاكسس التالت دوت اللي هو داخل لجوه دوت، هو الزد دايما عموما اللي هو بيكون ايه، يعني اكنه داخل جوه الشاشه كده، تمام، اللي هو ايه، يعني هنشوف دلوقتي طريقه عمله ازاي يتعمل بالايد وكده، ازاي يتمثل بالايد. ولكن هنا دلوقتي احنا عايزين نشوف الجزء دوت يتمثل يتعمل ازاي، او ايه فكرته، تمام، حلو. فهنا دوت الواي اكسس وده الاكس اكسس، ماشي. الزد اكسس ده الجزء اللي بيكون خارج لبره، لكن هنا الجزء دوت، الجزء ده كده ده الاكس اكسس، تمام. الجزء اللي دوت ده الواي اكسس، تمام. فنيجي بقى للموضوع، ننتقل لعمليه ايه، ازاي نقدر نمثل حاجه زي كده على الايد. هو هنا الكتاب شارح زي ما بتوع الرياضه ماشيين، بتوع الرياضه ماشيين عن طريق الايد اليمنى، الايد اليمين يعني، تمام، اللي هم يمثلوا الشكل بالايد اليمين زي كده. لكن معظم الكمبيوتر سيستمز ومعظم البرامج ماشيه بالايد الشمال، تمام. نشوف مثلا اشكال، ده مثلا شكل، ده الايد اليمين، ده الايد اليمين وده الايد الشمال، تمام، حلو جدا. نشوف مثلا شكل تاني وهكذا، دي الزد، الزد بص زي ما بقول لك اكنها داخله لجوه كده، تمام. فهي تقريبا بتختلف باختلاف تمثيلك انت على الايد عامل ازاي. فهنا مثلا ايه، في الليفت الزد بيكون داخله لجوه كده، يعني في الرايت الزد بتكون تقريبا خارجه لبره، يعني هي داخله يا خارجه، زي ما احنا دلوقتي لسه شايفين، ماشي، ادي دي الزد، تمام، ادي داخله وخارجه اهي، تمام، داخله وخارجه، تمام. لو جينا مثلا هنا، لو جينا مثلا هنا، تمام، لو جينا مثلا هنا وعملنا مثلا سفير، ماشي، جميل جدا، ماشي. وجينا هنا ادي هي انا اتحكم فيها، ماشي، ده كده ايه وده كده ايه، ماشي، انا عمال اتحكم فيها تحكيم كلي، تمام، بالاكسس بتاعتي، جميل جدا، ماشي. فهنا ايه، ده كده انا بموفه ايه على الاكس اكسس، صح، ده كده بموفه على الواي على الزد اكسس، صح كده، ده كده بموفه على ايه، على الواي اكسس، صح كده، تمام. فهنا ده طبعا انا عمال اوريك اشكال مختلفه للايد، تمام، ان انت تقدر تمثله على الايد ازاي وكده، جميل جدا. فهو هنا احنا ماشيين زي بتوع الرياضه في الكتاب، لكن في معظم الكمبيوتر جرافيكس ماشيين ايه، ماشيين بطريقه الايد الشمال، جميل جدا. هنا بيقول لك عمليه الروتيشن بقت صعبه في ال 3 دي، لان انت في ال 2 دي كنت بتعمل روتيشن ايه حوالين نقطه الاصل، لكن هنا بقى تبدا تعمل روتيشن حوالين لاين منهم، حوالين لاين، تمام. وإن شاء الله بقى نكمل الباقي في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.